ختام الصوتقيات الواطس باللغة العربية. يا ربنا يسوع المسيح حامل خطيئات العالم، احسبنا مع خرافك الذين عن يمينك عند ظهورك الثاني المخوف لا نسمع برعدة أنني لست أعرفكم بل نكون مستحقين لسمع صوتك الحنون الممتلئ فرحا يصرخ قائلا تعالوا إلي يا مبارك يا أبي ريس الحياة الدائمة إلى الأبد يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم يأتي ابن الله في مجد ومجد أبي ويجازي كل واحد كأعمال التي عملها. أيها المسيح كلمة لا الإله الوحيد أعطينا سلامك المملوء فرحا كما أعطيته لرسلك القديسين كلنا مثله مني أعطيكم سلامي سلامي أنا الذي أخذته من أبي أنا أتركه معكم من الآن وإلى الأبد يا ملاك هذا اليوم الطير للعلو بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا المرضى اشفيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم وأخواتنا الذين في كل شدة يا رب أعنا وإياهم ليباركنا الله ونبارك اسمه القدس في كل حين تسبيحته دائما في أفواهنا جيف اسم رؤوت جيف يوت نم بشيري نم بابن غماي صواب تتري يا سجي كهبول تنوش تموس تنتيونه